مرحبا بكم مشاهدينا وأهلا بكم في حلقة جديدة من كشك الصحافة، نطالع فيها أهم ما تداولته الصحف العربية ومواقع الأخبار المحلية من تحليلات وأنباء. البداية من المشروع البريطاني للحل الذي كان محل اهتمام لموقع الموقع بوست وعنون في صفحته الرئيسية، وقال: مشروع القرار البريطاني بخصوص اليمن بين احتمالات النجاح والفشل. يقول الموقع: الطريق لا يبدو سالكا أمام مشروع القرار البريطاني بشأن اليمن لوجود روسيا اللاعب الجديد الذي يحاول أن يعود إلى نفوذه في المنطقة كما تفعل لندن، بعد أن اتجهت الأنظار الأمريكية إلى مناطق نفوذ جديدة تلعب فيها دورا أكبر، وكذلك وجود تيار في الداخل الأمريكي مناوئ لسياستها الخارجية بعد تورطها في أكثر من حرب. ويتكون مشروع القرار البريطاني الذي أثار الكثير من الضجيج والمخاوف ووزعته لندن على أعضاء مجلس الأمن 5 نقاط، بعد أن كان 4 نقاط تنص على احترام شروط اتفاق وقف الأعمال القتالية واستئناف المشاورات حول تسوية سياسية دون شروط مسبقة وبنوايا حسنة على أساس خريطة الطريق الأممية، وكذا انسحاب القوات، تسليم الأسلحة الثقيلة، وتعيين نائب رئيس جديد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية. يتابع الموقع: في حال صدور القرار من المتوقع أن لا يرضخ له الشعب اليمني الذي يرفض المشاريع اللاوطنية واكتوى بنار الحرب التي أشعلها الإنقلابيون الذين رفضوا الامتثال للقرار الأممي 22/16. قطاع التعليم يمكنه أن يكون مصدر تحول في مجرى الأحداث وفقا يمن مونيتور، عنوان هذا الموقع، وقال: الحوثيون يخشون انتفاضة قطاع التعليم في اليمن. تفاصيل: يظهر الحوثيون خشية كبيرة من انتفاضة لقطاع التعليم في اليمن ضد الجماعة المسيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء، حاشدين معهم كل وسائل التهديد والخطاب المتحمس. وفقا لموقع يمن مونيتور، المعلمون في معظم مدارس المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لم يتسلموا رواتبهم ل3 أشهر على التوالي، وهو ما سبب بحالة من البؤس والشعور بالخيبة تضرب صفوف هؤلاء الذين يعتمدون على الراتب بشكل أساسي. ووفق إحصائيات المجلس الأعلى لتخطيط التعليم، فإن عدد المعلمين في نظام التعليم الأساسي والثانوي في القطاع الحكومي يبلغ 220,387، فيما يبلغ عدد العاملين في قطاع التعليم العالي الجامعي 8,235. عن خارطة ولد الشيخ التي تجعل الميليشيات نداء للشرعية، وكتب عارف أبو حاتم مقالا ونشره في صحيفة الوطن القطرية عن هذا، وقال الكاتب في جزء من المقالة: خارطة ولد الشيخ لم تقدم حلا للأزمة اليمنية، بل خارطة طريق لحروب المستقبل وتأسيس حروب طائفية تمتد لعشرات السنين من خلال إلغاء كامل لرجال الدولة الشرعيين وتسليم البلاد قصرا للميليشيات الإيرانية. والأسوأ من ذلك أن ولد الشيخ أثبت أنه حامل أوراق وموظف عند الكبار وليس دبلوماسيا يرتجى منه إيجاد مخرج للأزمة اليمنية، ومبادراته أقرب للتعبير عن طموحات الميليشيا منها إلى العمل الدبلوماسي. أما نحن فيجب أن نتذكر أنه قد صدر ضد الميليشيا 6 قرارات أممية، منها 2 تحت الفصل 7 ولم تعترف بها حتى إيران، ولا يزالون يتمتعون بصلابة الجبال، ونحن بمجرد مشروع خارطة قدمه المبعوث الأممي أحبطنا أنفسنا وأحبطنا الناس، وأخرجنا ما في دواخلنا من علل تحت لافتة نقد الذات. لسنا على حافة الهاوية ولسنا مغتصبين للسلطة، بل نحن أصحاب الحق اليوم وغدا، ولنا الماضي والمستقبل. علي عبد المغني ببدلته الكاكية مع رفاقه أسقط نظاما عمره 1000 سنة. تذكروا 1000 سنة، كان الناس يظنون أن الله ما خلقهم إلا لطاعة الأئمة، فبعث فيهم هذا الشاب روح الحرية والتمرد، وانتهى نظام 1000 سنة في 5 ساعات. موقع مصدر أونلاين أورد العديد من العناوين،
محامي في مكتب صالح يتهم الحوثيين بالإفراج عن متهمين بتفجير الأمن المركزي بصفقة تبادل للأسرى مع القاعدة. عنوان آخر: مقتل أكثر من 7,070 يمنيا منذ اندلاع الحرب حسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية. مصدر يقول للموقع: الحوثيون يعذبون مرافق قائد المقاومة في دمت شمال الضالع حتى الموت. أما في أبين فقد أقدم موظفون في زنجبار على قطع الطريق الدولي احتجاجا على عدم صرف المرتبات. موقع الاشتراك نت تابع مجريات الأحداث في ضواحي تعز وعنوان: الميليشيات تختطف 5 مدرسين من إحدى مدارس حيفان في تعز. يقول الموقع في التفاصيل: ميليشيات صالح والحوثي اقتحمت إحدى المدارس في حيفان وقامت باختطاف 5 مدرسين وأحد الطلاب، وذكر المركز الإعلامي لجبهة حيفان. الميليشيات أقدمت على اقتحام مدرسة الإشعاع في منطقة الأشبوط بالأحكوم. يتابع الموقع: يأتي اختطاف مدرسي مدرسة الإشعاع بعد يوم من اختطاف وجهاء ينتمون للمؤتمر الشعبي العام في المديرية. اليمن والمبادرات الدولية. تحت هذا العنوان كتب أحمد عثمان مقالا ونشره في يمن مونيتور، وقال عثمان في أجزاء من المقالة: كانت أول نتائج مبادرة ولد الشيخ الغريبة هي الرفض الصريح من القيادة السياسية وردة فعل قوية ومتميزة من الشارع اليمني. والحشود التي خرجت في عدن وتعز ومأرب وحضرموت في هذه الظروف سجلت رسائل قوية لكل الأطراف، خاصة تلك التي ظنت أنها أنهكت الشارع وأوصلته إلى حافة التنازل والاستسلام والقبول بأي شيء، وهذا ما لم يحصل ولن يحصل. فشعبنا لن يخرج من هذه المعركة إلا منتصرا، ولن يضع سلاحه إلا بإسقاط الانقلاب وبناء الدولة، لأنه يعلم جيدا أنها فرصة تاريخية لبناء الدولة القوية ليمن اتحادي، وأن التضحيات التي يقدمها وهو يقاوم أقل ب1,000 مرة من التضحيات التي سيقدمها في حالة التنازل والقبول بأنصاف الحلول أو التعايش مع جماعة مسلحة انقلابية دون أن تلقي سلاحها وتنهي حالة السطو على الدولة والجيش. فالشعب بعد كل هذه التضحيات يرفض أن يعيش عيشة الأموات وأن يمشي على الحائط والسلاح على رأسه. ومن المهم أكثر ألا نقف كثيرا عند هذه المبادرات كقوة قاهرة أو قدر نازل، فقد تعودنا أن المجتمع الدولي لا يحل مشكلة. كيف وصل النازحون من مديرية الصلو إلى المناطق البعيدة من الحرب؟ ردا على هذا السؤال قال موقع عدن غد نقلا عن أحد المستقبلين في قرية الجبانة في قدس: إنهم وصلوا القرية دون متاع أثاث ولا غذاء ولا دواء للأطفال وكبار السن، وقام المواطنون بتقديم ما استطاعوا من مأوى وغذاء وماء رغم جفاف مواردهم بسبب فقر الأسر المستضيفة. والتقى عدن الغد ب12 أسرة نزحت من المنصورة والصعيد قرية القابلة، وقال أحد النازحين: تعطلت المدارس وحرم الأطفال والشباب من التعليم في الصلو ومكان النزوح، فقد أغلقت مدرسة المعامرة إثر تلقي القرية نيران معادية، ما أدى إلى إغلاقها خوفا على الأطفال. وعن طريقة انتقال الأسر إلى المناطق الآمنة قال الموقع: إن هناك من اضطر للبقاء تحت رحمة الموت، والبعض يستأجر سيارات بمبالغ كبيرة بهدف النزوح المباشر إلى المناطق الجبلية المجاورة الآمنة، كما أن عددا كبيرا من الأسر لا تزال في الصلو تحت القصف بسبب عدم وجود أموال ونفقات أجور سيارات تقلهم. يتابع الموقع: أوضاع النازحين سيئة للغاية، فجميعهم نزحوا فقط بملابسهم التي تغطي أجسادهم، حتى إن القريتين التي نزحوا لها لم تكن أكثر أمانا بسبب القصف، وتم إيواؤهم في منازل السكان المحليين. من العناوين في التغيير نت نقرأ لكم: قيادي مؤتمري يطالب الرئيس هادي والفريق الأحمر تخليص اليمن من الميليشيات الحوثية ويعتذر لهما. من الحديدة عنوان الموقع: غرق شوارع ومنازل المواطنين بمياه الصرف الصحي بحوك في الحديدة يهدد حياة المواطنين. من التفاصيل أيضا: غمرت مياه الصرف الصحي الملوثة شوارع ومنازل المواطنين القاطنين في منطقة الحوك
الحوك في مدينة الحديدة بسبب انسداد عدد من مناهل الصرف الصحي الواقعة في شوارع وأحياء محيط المنطقة المأهولة بالسكان، حيث اشتكى أرباب الأسر القاطنون في تلك المناطق من غرق المنازل والشوارع المحيطة بها، ما تسبب في صعوبة تنقلهم وإعاقة حركة السير خاصة الأطفال الصغار أثناء ذهابهم للمدارس، وكذلك إلى تفشي الروائح الكريهة والأمراض والأوبئة بين أوساط المواطنين وتعرض أثاثهم وبعض أغراضهم للتلف. وقبل أن نقرأ لكم من الصحافة العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. مرحبا مجددا مشاهدينا إلى الصحافة العربية وخاصة صحيفة العربي الجديد، نبدأ منها. عنوانة في الشأن اليمني: شركاء الانقلاب اليمني، انقسامات حول خارطة الطريق والنفوذ والمغانم. إلى التفاصيل، كشفت مصادر سياسية في العاصمة صنعاء للعربي الجديد أن تباينا نشأ بين الحوثيين وحزب صالح بالموقف من مبادرة المبعوث الأممي والأولويات المطلوبة للملاحظات المقترحة على هذه المبادرة، ففي الوقت الذي بدا فيه فريق صالح بدا فيه أكثر حماسا للحديث عن التفاعل الإيجابي مع مضامينها مع تقديم الملاحظات، أظهر الحوثيون توجسا من الجهود الدولية وطالبوا بالمضي بالخيارات الأحادية المتعلقة بتأليف حكومة الإنقاذ الوطني. وكشفت المصادر أن الخلافات بين الشريكين لا تقتصر على تشكيل حكومة، بل تصاعدت في الأسابيع الأخيرة على خلفية تنازع النفوذ على المؤسسات العسكرية والأمنية وأبرزها قيادة قوات الحرس الجمهوري المعروفة بولائها لصالح. وأوضحت المصادر أن الحوثيين يسعون لجعل قوات الحرس الجمهوري والتي جرى تغيير تسميتها إلى القوات قوات الاحتياط لتكون تحت قيادة شقيق زعيم الجماعة عبد الخالق الحوثي. صحيفة الخليج الإماراتية عنونت وقالت: الحوثيون يفرجون عن أمريكي إلى مسقط. التفاصيل: الحوثيون يفرجون عن مواطن أمريكي كان محتجزا لديهم في صنعاء بحجة التجسس، قالت مصادر ملاحية في مطار صنعاء الدولي إن مواطنا أمريكيا غادر المطار برفقة الوفد الأممي وعدد من جرحى الصالة الكبرى إلى سلطنة عمان. وصرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية العمانية بأن السلطنة استقبلت دفعة جديدة من المصابين والجرحى اليمنيين لتلقي العلاج في مستشفيات السلطنة، وتم نقلهم من صنعاء إلى مسقط على متن رحلة تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني. صحيفة الاتحاد الإماراتية عنونت عن انتشار سوء التغذية بين الأطفال في الحديدة. مصادر طبية يمنية في محافظة الحديدة كشفت أن ثلث الأطفال يموتون بسبب إصابتهم بسوء التغذية، مشيرة إلى أن السلطات في المحافظة عاجزة عن مواجهة هذه الأوضاع. قال مدير التمريض في مستشفى الثورة الحكومي في الحديدة عبدو ذماري، قال: مصير العشرات من الأطفال يبقى مجهولا، خصوصا من يعيشون في قرى نائية، ورغم صعوبة الأوضاع فإن وحدة العلاج لاستقبال الأطفال المصابين بسوء التغذية في المستشفى لا تتحمل العدد الكبير من الأطفال المصابين بسوء التغذية الوخيم، وهي الدرجة الأقصى من مراحل المرض وفيها يموت الطفل إذا لم يتم إسعافه. موتى المرافقة. تحت هذا العنوان كتب اللبناني أحمد بيضون مقالا نشره في صحيفة القدس العربي، وقال الكاتب في جزء من المقالة: تهيأ لي أن من قتل ويقتل من السوريين إنما يشبع رغبة حافظ الأسد صاحب الأبد الشهير في أن يوافيه الشعب السوري إلى العالم الآخر ليواصله وقيادته، وأن بشار الأسد قد لا يكون سوى منفذ لوصية والده في هذا الصدد. ولم أستبعد حين رحت أتأمل الحالة السورية أن تكون هذه أيضا رغبة معمر القذافي أن يستقدم إليه الشعب الليبي إلى حيث انتهى به مطاف لم يحسب نهايته. ولما لا تكون الرغبة نفسها تساور علي عبد الله صالح وحسني مبارك، ولو أن هذين ما يزالان على قيد الحياة، وهما يقتضي تعديلا في الرغبة يقضي بأن يسبق الشعب القائد إلى الحياة الأخرى عوض أن يتبعه
على أن يلحق الأخير بالأول حالما يتم نصب كرسي الرئاسة هناك ويكتمل جمهور المبايعين بتسعته كلية. سياسيا، عنونت صحيفة الحياة في الشأن اليمني وقالت المخلافي يقول خارطة ولد الشيخ تمدد الاقتتال. نقلت صحيفة الحياة عن وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي تأكيده بأن خريطة الطريق التي قدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أخيرا لم تلتزم بقرار مجلس الأمن 22/16. وقال خلال لقائه نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي الطارئ على مستوى وزراء الخارجية، لا يمكن أن تصنع سلاما وإنما ستزيد الصراعات والاقتتال الداخلي. أضاف أي حل يثبت الانقلاب أو يكافئ الميليشيات الانقلابية التي فرضت الحرب على الشعب اليمني لن يكتب له النجاح ولن يكون مقبولا بأي شكل من الأشكال. صحيفة القدس العربي عنونت في إحدى صفحاتها وزير البترول المصري يقوم بزيارة نادرة إلى إيران. قالت الصحيفة وزير البترول المصري طارق الملا توجه إلى إيران في محاولة لإبرام اتفاقيات نفطية جديدة بعد تعليق السعودية اتفاقياتها النفطية مع القاهرة الشهر الماضي، وذلك وفقا لمصادر مقربة من وفده في مطار القاهرة. وبعد التعليق صوتت مصر لصالح قرار بالأمم المتحدة عن سوريا بدعم روسي في أكتوبر تشرين الأول يستثني دعوات لوقف قصف حلب وهو ما عرضته الرياض بقوة. قال مصدر رافق الوزير إلى المطار الملا سيلتقي بمسؤولين إيرانيين كبار لبحث إمكانية تأمين إمدادات نفطية من طهران. وطبقا لصحيفة القدس فإن العلاقات بين مصر وإيران متوترة منذ أواخر السبعينيات، وزيارة مسؤول مصري لطهران هو أمر نادر. يتمادى الاستبداد فتدنو نهايته، تحت هذا العنوان كتب الشفيع خضر سعيد مقالا نشره في صحيفة القدس العربي، وقال في جزء من المقالة في سعيها الدؤوب للحفاظ على مصالحها ووضعها المميز والمهتز في آن واحد، تستخدم أنظمة الاستبداد والطغيان وبكثافة عالية عشرات الأنواع من مساحيق التجميل السياسية والقانونية، علها تخفي طابعها الاستبدادي وراء قناع زائف للدولة العصرية، دولة المؤسسات والقانون. لكن هذه المحاولات التجميلية تظل تصطدم بالعديد من الأسئلة الشائكة، منها ثلاثة أسئلة مفصلية تعكس جوهر أزمة هذه الأنظمة الخانقة والمستفحلة. السؤال الأول يتعلق بالدمج بين الدولة والوطن والحاكم حزبا كان أم فردا، وما يترتب على ذلك من تآكل مستمر لهذه المكونات الثلاث والسعي لتطويع الواقع قسرا ليتطابق مع عقيدة الحاكم مثل ما كان يفعل بروكست وفق الأسطورة الإغريقية. ويتعلق السؤال الثاني بأزمة حكم القانون، ففي سياق استخدامه المفرط لمساحيق التجميل يسعى النظام لتوفير الصبغة الشرعية والحماية القانونية لكل ممارساته، وما يتعلق بمصالحه ومصالح الفئات الاجتماعية المرتبطة به غض النظر عن مصالح الفئات الأخرى في الدولة، فيسن ما يروق له من قوانين وتشريعات، وحتى هذه القوانين التي سنها بمزاجه يمكن أن يتراجع عنها أو يعدلها في أي لحظة يريدها ما دامت مؤسسات التشريع ومؤسسات حماية العدالة مضمونة، وما دام هناك الترزية المستعدون دوما لترقيع القانون والدستور دون أي مراعاة للمصلحة العامة ولتوازن المصالح الاجتماعية والسياسية للفئات المختلفة. جولتنا المصورة في مصر العربية والتي تشهد حالة من الاحتقان الشعبي خاصة فيما يتعلق بالمواصلات والخبز وتزايد حالات الفقر بعد تعويم الجنيه. الصور توثق الوضع في الشارع المصري وقد وردت في صحيفة العربي الجديد، نتابع سويا.
هذه المجموعة من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة كشك الصحافة اليوم، ونترككم في أمان الله وحفظه ومع الكاريكاتير.